السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة دراغون بول زد كاكاروت. اصدقائنا بول ما تنتظرك، عودوا لمكان الاختباء. نعود الى مكان بول مع اصدقائنا، نستخدم السرعة القصوى اصدقائنا في العودة. جوهان يتحلق عاليا اصدقائنا. حسنا اصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات ايضا، ولا تنسوا ايضا ومن لم يشترك في القناة فليشترك الان ويفعل زر الجرس ايضا حتى تظهر لكم جميع الفيديوهات الجديدة اول باول. شخص ما قادم يجيد علي الاسرع والاختباء. اين اختبأ؟ اين يمكن الاختباء؟ جوهان ينزل الى الاسفل باقصى سرعة. فيجيتا يبحث عن جوهان. من اين اتت كل هذه القوة فجأة؟ لقد اختفت الان. ما الذي يحدث هنا؟ فيجيتا لم يعرف كيف اختفت طاقة جوهان. من هناك؟ إن لم تظهر نفسك الآن سأحول المكان إلى هذا المكان إلى حطام. مهلا، إنه أنا فحسب، إنه ابن كاكاروت الصغير. هذه كرة تهنين. مهلا، أين حصلت؟ من أين حصلت على هذه؟ كانت هدية من صديقك الذي تحداني بحماقة. كيرلين قتلته صحيح؟ لا، إنه على قيد الحياة، ولكنني سأسعد بإصلاح هذا الوضع إن أردت. ماذا؟ أعتقد أنني لن أقتلك. لحسن الحظ أن أشعر بالسخاء الآن بعد أن حصلت على كل كرات التنين. جوهم خبي كورة معه جميعها شهيق بدافع فضول. ما الذي تحمله في يديك؟ بضحك عليها. لو بقول له ساعة، إنها ساعة. مع تكنولوجيا بدائية كهذه أنا متفاجئ يا سكان الأرض أنكم وصلتم إلى كوكب بعيد كهذا. إذا كنت هنا فهذا يعني أن كاكاروت هنا أيضا. لا، ليس هنا. فهمت، هذا سيء للغاية. حينما تعود إلى الأرض أخبر كاكاروت شيئا بالنيابة عني. في المرة المقبلة التي نلتقي فيها سأحوله هو وكوكب الثمين إلى أشلاء. كان هذا وشيكا. حسن، فيجيتا يحلق عاليا بعيدا ولم يرى كرة التنين التي خبأها جوهان. مطبق كرة واحدة لدينا. كيرلين، جوهان، انظر إلى كيرلين، انظر ماذا وجدت. أحسنت يا جوهان، نعلم أنك تستطيع فعلها. أحسنت عملا يا جوهان، من الأفضل أن نخرج من هنا وبسرعة. فيجيتا الآن يعلم من أين يعثر علينا. أجل، أعلم، صادفته أيضا ليس منذ فترة طويلة. ماذا؟ لحسن الحظ استطعت إخفاء الكرة جيدا ولم أستطع العثور عليها. أنت محظوظ يا فتى، هل تعرف ذلك؟ هذا يكفي لنخرج من هنا. حسنا، فيجيتا يذهب، ليس هنا، مستحيل. يبحث عن الكرة الأخيرة. طريق مباشرة بين مكان هذا الأحمق وهذا المكان ولحيث كان ساكن الأرض سابقا. لكن كيف عثر عليها؟ الجهاز الذي كان يحمله لم تكن مجرد ساعة. لقد أخذ ما هو ملكه وسيدفع روحه ثمنا لهذا. الآن فيجيتا غاضب جدا، يذهب لجوهان لاسترداد كرة التنين الأخيرة. يذهب إلى مكان اختبائهم. لا، لقد ذهبوا. سكان الأرض الحمقى ليس لديهم أدنى فكرة مع من يعبثون. ليست إلا مسألة وقت فحسب قبل أن يسعوا لانتزاع الكرات الستة التي أمتلكها. عندما يحاولون فعل هذا سأجعلهم يندمون أشد الندم. حسن، نتائج القصة. فيجيتا ضد زاربون. فيجيتا ضد زاربون أيضا. تصنيف SOA. تجمال القصة تصنيف A. تمكن كيرلين والآخرون من تأمين إحدى كرات التنين من جورو، لكن سرقها فيجيتا بسرعة. ولكن بفضل التفكير جوهان السريع تمكنوا من منع فيجيتا من الاستيلاء على الكرات السبع كلها. اضطر الثلاثة إلى العثور على مكان جديد للاختباء حتى يتجنبوا غضب فيجيتا. وبعدها عاد كيرلين إلى جورو مع جوهان ومعهما رفقة. ورقة فريزا الرابحة، قوات جينو. يبدو أن فيجيتا صار أقوى مما كان عليه في الأرض. حتى لو تحدنا سوية ضده لن يكون لدينا فرصة أمامه. قد يستطيع زيادة قوتك حتى تستطيع مجاراة قوة فيجيتا يا جوهان. حقا، هيا يا جوهان لنذهب إلى مكان جورو بسرعة قبل أن يموت جورو. علينا أن نتأكد ألا يعثر علينا فيجيتا والباقين. صحيح. حسنا، العجوز العظيم جورو أطلق قوة جوهان الكامنة.
تحدث البولما أولا. لا أستطيع تصديق هذا. تصديق ماذا يا بولما؟ أليس الأمر واحدا؟ نحن تائهون تمام في أرض قاحلة. هذا شيء سيء. إنها كذلك، لا يوجد أي شيء على بعد أميال حتى. بمعنى آخر تريد منا أن نذهب للبحث؟ اسمع، علينا أن نذهب بجوهان إلى جورو في أسرع وقت ممكن. لذا مساعدة بولما، بولما الأنانية. حسنا، نقوم بمساعدة بولما أولا. لا بأس كيرين، يمكننا أن ننجح في هذا إن أسرعنا. أظنك محق، تحتاج بولما إلى شيء لتعمل عليه. حسنا يا بولما، سنحضر ما تريدونه. ما الذي تحتاجين إليه؟ أشعر بالسعادة أن جوهان استطاع أن يقنع رئيسك العنيدة. اذهب لتحضر لي العناصر المطلوبة: 3 عناصر عضل زعانف، سمكة فضائية بيضاء، 3 خام الحديد. فهم، سنعود قريبا. حظا موفقا يا رفاق. حسنا، نبحث عن العناصر التي طلبتها منا بولما الألانية. اجمع المواد التي تحتاجها بولما. حسنا، ننظر في الخريطة إلى أين يمكن إيجاد هذه العناصر. حسنا، ليس واضحا. نحلق عاليا قليلا. حاول البحث عن العناصر التي قالت عنها بولما. حسنا، نبقى محلقين عاليا أصدقائنا. نحاول البحث عن مكان العناصر التي تقول عنها بولما. ننزل للأسفل قليلا. نحصل على الزد. يوجد أحد المقاتلين أتباع فريزا أصدقائنا، نقوم بالقضاء عليهم بسرعة. قضينا أحدهم، نقوم بالقضاء على الثاني. نستخدم هجوم مايسينكو، نستخدم هجوم الوهج الشمسي من كيريلين. والآن فرصة في هجوم مايسينكو مرة أخرى. قضاء أحد أتباع فريزا، نهجم على التابع الآخر، نقوم بالقضاء عليه. تم الإجهاز عليه بنجاح أصدقائنا. نكتسب 978 نقطة خيار برا وتصنيف أس. حسنا، نبحث عن عناصر بولما. حسنا، في المنطقة التي عليها الشعارات الزرقاء أصدقائنا. نحلق عاليا أصدقائنا. يوجد هناك نقطة زرقاء، نأمل أن نجد شيء ما هنا. ننزل إلى أسفل، نركض، ننزل بسرعة، نتحدث إلى هذا الرجل الذي هنا. إن كوكب نمك جميل كما كان يبدو في المنشورات. بالفعل إنه مسالم ونقي للغاية. هذا المكان يروق لي حقا. ماذا تفعلان هنا؟ أخيرا قابلنا أول ناميكي. لا، نحن لسنا. أو أنتم الناميكيون لطيفون للغاية، ليس كذلك؟ حسنا، هذا غريب. أحدكم لديه شعر والآخر لا. أظن أن شعبكم متنوع. نحن لسنا. انسى الأمر يا جوهان، لا فائدة من التحدث مع هؤلاء الناس لأنهم غيبون. نحن في رحلة للف الكون. هذا الكوكب 2432 الذي زرناه حقا. عادة لا نشاهد أي أشكال حياة على الكواكب التي نزورها، لكننا نحاول دائما أن نطلب منهم أخذنا في جولة إذا التقينا بشخص ما. هل ستتمكنا من أخذنا في جولة؟ سنقدر ذلك حقا أم لسنا في وضع يسمح لنا بهذا الآن؟ أجل، يتوجب عليكما مغادرة هذا الكوكب. يوجد أشخاص خطرون هنا لو الآن. جزء من متعة السفر هو الخطر، وهو بالضبط من رأيي هذه الرحلة أصبحت أكثر إثارة. لا فائدة أنهم لا ينصتان لنا، ولكن علي أن أعترف لقد إثار إعجابي بأن فريزا وجنوده لم يمسكا بهما حتى الآن. جديا، عليكم الخروج من هنا، فالناس هنا في غاية الخطورة. يبدو أنكم مشغولان، هذا مؤسف، لكن يا عزيزي سنحتاج لوقت أكثر للعثور على ما نبحث عنه. ما إذا كنا نبحث نحن الاثنان فقط؟ صحيح. ما الذي تبحثان عنه؟ شيء يسمى حجر ماري. ما هذا؟ إنه حجر كريم لا يعثر عليه إلا هنا على كوكب نمك. طبقا لتصنيف الأحجار الكون الكريمة في الكون، فترتيبه هو المركز 19 من حيث الندرة. إذا ما تحاولان قوله هو بسبب أنكما قطعتما كل هذه المسافة من أجله، فإنكما لن تغادرا إلا بعد عثوركما عليه. بالضبط. ماذا يجب أن نفعل يا كيرلين؟ ما
ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا يمكننا تركهما هنا. ماذا لو عثرنا عليه بدلا منهما وجلبناهما لهما؟ سياح في أزمة، بحث عن حجر رامي إماري. حسنا، سياح في أزمة، نحاول مساعدتهم أصدقائنا. حسنا، نحاول مساعدتهم في هذه المنطقة. حسنا، هيا نذهب يا كريلين. ابحث عن حجر ماري. ماذا ظهر هنا؟ بولما، نحن هنا الآن. ها هو في هذا المكان. حسنا، نحلق عاليا قليلا، نسرع إلى المكان الذي يوجد به الحجر أصدقائنا. ها هو المكان، نقترب جدا من المكان الذي يوجد به الحجر ميري أصدقائنا. نحاول البحث في هذه المنطقة عن حجر ميري. ظهر أحد أتباع فريز أصدقائنا، اثنين، نقوم بالقضاء عليهم. نستخدم مايسينكو، لم نستطع القضاء عليه بضربة واحدة. نهجم مرة أخرى على هذا التابع، تم القضاء عليه بنجاح. نستخدم الوهج الشمسي من كيرلين على التابع الآخر. نستخدم هجمة سريعة وقوية أيضا من جوهان. نستخدم مايسينكو مرة أخرى، ولكن تم الإجهاز عليه قبل استخدام مايسينكو. 700 نقطة خبرة، تصنيف أس أصدقائنا. حسنا، الآن نحن في المنطقة التي يوجد بها الحجر ميري. نحاول الحصول على الحجر بسرعة. نبحث، نحاول البحث بأقصى سرعة. ننزل إلى هنا. نطلق طاقة الكي أصدقائنا، دمر الجبل، لكن لا يوجد شيء هنا أيضا. قد يكون بالماء. ننزل إلى الأسفل، نرى في الأسفل هنا تحت الماء. نبحث عن الحجر للسياح. نصعد للأعلى، ولكن غريبة، لا أرى أي شيء يدل على مكان وجود الحجر أصدقائنا. ننزل مرة أخرى تحت الماء هنا، ننظر تحت الماء إذا يوجد أي علامة. كيرلين هنا فقط، للأسف لا يوجد شيء أيضا هنا. نكسر الصخرة، ندمرها، لا يوجد شيء هنا خرج لنا أصدقائنا. ننزل إلى الأسفل. أخيرا حصلنا على حجر ميري أصدقائنا. هذا هو الحجر الكريم الذي كان يبحث عنه أولئك الزوجان، صحيح؟ لم يتبقى سوى توصيله لهما الآن. حسنا، نعود أصدقائنا إلى السائحان. لحظة، نذهب إلى الخريطة. السائحان هؤلاء، صح؟ حسنا، نسرع إلى السائحان أصدقائنا. نحلق عاليا، ننطلق بأقصى سرعة باتجاه السائحين. ها هم السائحان هنا أصدقائنا. ننزل إلى الأسفل بأقصى سرعة. لقد وصلنا إلى السائحون، لكن يوجد بعض أتباع فريزا هنا أيضا. فلتنظر لهذا، ما الذي تفعلانه أيها المغفلان هنا؟ لم أظن قط أننا سنصادف سياحا هنا. يا رجل، إنكما في موقف لا تحسدان عليه.
تلقيتما تلقينا أوامر بأن نقتل الجميع على هذا الكوكب، ذلك يتضمنكما فلتودعا حياتكما. أنا تمثيلكم رائع، لابد أنكم جزء من مسرحية ما، فأنتم ممثلون بارعون، كنتم أن تقنعونا. مسرحية عما تتحدثان؟ من يأبه؟ فلنقطع رأسهما، فليساعدنا أحد. توقفوا مكانكم. جوهان وكريلين يعودون الآن. والآن ماذا؟ من أنتما؟ أياك أن تمد يدك عليهما. إن أردت قتالا فقتلنا نحن. يبدو أن الصبيين الذين قابلناهم من قبل جزء من العرض كذلك. أظنك محقة. هذا موافقا يا أولاد، فلتمثل بشكل جيد. لا أمل من هذين الاثنين، لكن علينا حمايتهما. حسنا، تبدأ المعركة أصدقائي مع أتباع فريزا. مستوى 19 أصدقائي. نستخدم الوهج الشمسي من كريلين، نستخدم هجمة قوية من جوهان، نستخدم مايسينكو أيضا لكن ما زال صامدا. نهجم مرة أخرى هجمات متتابعة أنا وكريلين. تم القضاء أحد الأتباع أصدقائنا. نهجم على التابع الآخر، نهجم هجمات متتابعة أنا وكريلين. نهجم هجوم مايسينكو. تم القضاء على التابع الثاني، باقي التابع آخر فقط. نستخدم مايسينكو، نستخدم الوهج الشمسي أيضا من كيرلين، نستخدم ضربة قوية من جوهان. تم الإجهاز على العدو الثالث من أتباع فريزا. 1439 نقطة خبرة، تصنيف أس. نعود للسياح. مذهل يا له من عرض رائع. أسرني جدا أننا أتينا إلى نامك وشاهدنا عرضا ممتعا ومذهلا كهذا، لكنه لم يكن عرضا. أنت تضيع وقتك يا جوهان، لم يتمكنا من الفهم الأمر من قبل، لذا لن يتمكنا من فهمه الآن. بالمناسبة، هل تمكنتما من العثور على حجر ميري؟ أجل، هذا هو صحيح. إنه بالفعل لقد عثرتما عليه، يبدو تماما كصورته في الموسوعة. يا للجمال، الحمد للرب أنكما عثرتما عليه. سوف تغادران الكوكب نمك الآن، صحيح؟ أجل، سوف نغادر كما وعدناكما. يا لها من راحة. خططنا في بدء الأمر في أن نبقى لليلتين، ولكننا سنجعلها ليلة واحدة. رغم هذا مؤسف. ماذا؟ علينا أن نبقى لليلة واحدة على الأقل، فبعد كل شيء في يوم واحد. فقد حصرنا على حجر ميري. حسنا، نتجاوز الكلام الكثير. اكتملت القصة. تهانينا، حصلت على 7903 نقطة خبرة. وسام دي ودمية شنرون أقرات فاخرة. حسنا، الآن نستكمل قصة اللي هي نعود ثانية إلى بولما. بولما الألانية. نحلق عاليا أصدقائي. نعود ثانية إلى بولما. أين بولما؟ بولما بولما، ها هي بولما أصدقائنا. نتحدث إلى بولما الأنانية. حسنا، مكان قريب من الصيد. فلنرى ما هذا العناصر هنا. على ما يبدو فقدنا مهمة بولما الآن. حسنا، سنعود إلى جورو الآن. نحلق عاليا أصدقائنا. نذهب بأقصى سرعة إلى جورو. نذهب إلى مكان جورو العظيم من أجل زيادة قوة جوهان. حسنا أصدقائنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا. ومن لم يشترك في القناة فليشترك الآن، ويقوم أيضا بتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الفيديوهات الجديدة أول بأول في الحلقة، ولا تفوتوا أي فيديو أي حلقة من حلقات القناة. ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا أصدقائي.
حسنا أصدقائي، نحن اقتربنا جدا من مكان جورو العظيم لإظهار قوة جوهان الكامنة التي بداخله. تنطلق بأقصى سرعة، ما متبقي فقط 100 متر بين المنطقة التي يجب أن نصل إليها. اقتربنا جدا، ها قد وصلنا أصدقائي منزل جورو العظيم. جوهان أشعر بطاقة. ماذا؟ لا يمكن أنه فيجيتا. جوهان سأحاول أن أمهلنا بعض الوقت. اسرع لمكان جورو. حسنا، جوهان ينطلق إلى جورو. هل تريد الموت أيها الأحمق؟ فيجيتا أعطني كرة التنين تلك مع الأربع نجمات عليها وإلا واجه العواقب. ما الذي تتحدث عنه؟ إن لم تتكلم سأجبرك على ذلك. هل سنتعارك مع فيجيتا أم ماذا سيحدث الآن؟ ها هو جوهان وصل إلى جورو العظيم. جورو العظيم يضع يده على رأس جوهان. سمعت أن بإمكانك تنشيط القوة الخاملة. بالطبع، مثل تلك القوة الخاملة تجدها كثيرا. رغم هذا أشعر أنك تقاومها. ستتطلب إيقاظ تلك القوة بعض الجهد. آسف، لكننا في عجلة من أمرنا. لا تقلق، أحتاج إلى أن أطرح أسئلة قليلة وعندها سأخرج تلك القوة المدفونة في أعماقك. والآن اهدأ واجب. حسنا، ما رأيك بالقوة العظيمة يا ولدي؟ إنها ضرورية بالطبع، إنها تخيفني. إن تحمسني، إنها تخيفني أعتقد. أجل، بالنسبة لك قد تكون القوة المخفية مخيفة، ولكن هذا ليس كل شيء. أظن أنك تشعر بما يمكنها تقديمه أيضا. فلنمضي. أخبرني متى ينبغي استخدام القوة، في أي وقت؟ عند الحاجة إليها فقط. صحيح، ينبغي استخدام القوة عند الضرورة. السؤال الأخير، عند اكتساب القوة لأي غرض ستقاتل؟ أقاتل بهدف إحياء الجميع، أقاتل بهدف محو الشر، أقاتل لهزيمة فريزا. غريب هذا السؤال. حاليا سأقاتل لهزيمة فريزا، لا زي متمم بحقان. الآن مرة أخرى أقاتل بهدف إحياء الجميع. عجل لهذا، تقاتل. حسنا، علي أن أبدأ الآن. نقاط الخبرة جوهان 141387 نقطة. ارتفع مستوى جوهان. أصدقائي، ماذا؟ ما هناك شخص بالداخل. لقد قبأت الكرة هناك، صحيح؟ ما الآن فيجيتا؟ لا تفعل. نيل يخرج. اغرب عن وجهي لن أدعك تدخل. هل تريد الموت بشدة؟ مستحيل. هناك مستوى كبير من القوة قادم من الداخل. لابد أن هذا كروت. إنه هنا. ماذا أنت؟ كيف زدت قوتك كثيرا كذلك؟ ديندي، سأطلب منك معروفا. أرجوك أخبر الجميع أن هناك مصدرا ضخما للقوة يقترب من الكوكب. ماذا؟ أعتقد أنه كاكاروت يقصد بمصدر القوة الهائل. انتبه، يقول جور العجوز العظيم أن هناك شيئا ما يقترب من الكوكب. لابد أن جوجو هنا أخيرا. هل تظن هذا؟ يبدو أن هناك أكثر من واحد. مهلا، هذا يعني 1 2 3 4 5. هذه الطاقة، لابد أنهم قوات جينو. صدق، نفريز استدعى قوات جينو. أنت أعطي كرة التنين الآن. هل أنت مجنون؟ لا يعقل أن أعطيها لك. أفعلها فحسب، لن يؤذيك أبدا. حينما أصبح خالد أعدك بذلك. أتظن أننا سنخضع بهذا؟ ألا تفهم؟ كل عضو من أعضاء قوات جينو في مثل قوة، ربما أقوى حتى. وهناك 5 منهم سيعثرون علينا بأجهزة الاستطلاع المتقدمة ويقتلوننا جميعا. هناك طريقة وحيدة لهزيمتهم، هي إعطائي الكرة حتى أحظى بالخلود. ربما يقول الساين الحقيقة. هناك 5 مصادر شريرة للطاقة في الطريق إلينا، لكن إن فعلنا هذا فقد أهدرنا جهدا في المجيء إلى هنا. تمنح كرات التنين مستخدمها 3 أمنيات. لا يزال بإمكانك تتمنى أمنية وتتحقق 3. ظننت أنها أمنية واحدة فحسب. إنها إن لم تتحقق أمنيتي فأودع هذا العالم. حسنا، جيدا، اتبعنا، ولكن من الأفضل أن تفي بوعدك. هذا جنون. طر بأسرع سرعة لديك. ها هم السفن الفضائية الخاصة بقوات جينو الخمسة أصدقائنا. ها هو فريزا هنا أصدقائنا. لقد وصلوا أخيرا. ظهور القوات الخمسة الخاصة بفريزا، قوات جينو الخمسة. 1 2 3 4 5. جينو، معا نحن قوات جينو. كنت أتوقع قدومكم جيس بارتا.
ريكوم جولدو وكابتن جين وأصدقائنا. شكرا لك يا سيدي، ننتظر أوامرك حتى ننفذها بخشوع يا سيدي فريزا. سرق الخائن في فيجيتا كرات التنين التي بذلت جهدي لأحصل عليها، اجعله يعاني بسبب جريمته من ثم احضره لي حيا. اعتبر الأمر منتهن. أجهزة استطلاع التقط شيئا، لقد حددنا موقع فيجيتا. ها هو جهاز الاستطلاع الذي طلبته يا سيدي فريزا. شكرا لك، حان وقت القيام بمهمتنا. هل أنتم مستعدون لهذا يا رجال؟ إلى المعركة هيا. قوات جينو تنطلق أصدقائنا إلى المعركة. بولما هنا. بولما، لا وقت للحديث، سنأخذ كرة التنين. ماذا يحدث؟ ما هل كان هذا فيجيتا؟ إنهم يتحركون، هذا ليس جيدا، إنهم سريعون جدا. آمل أن نقوم بهذا في الوقت المناسب. حسنا أصدقائي، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة دراغون بول زد كاكاروت. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.